Pour le montage d'une turbine à gaz de type 990. Donc ça c'est une partie des composants de... مشروع ذو مستوى عالمي بيندرج في التعاون بين سون الغاز وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. فبهذه الطريقة نظن نستطيع أن نقول بأن الصناعة الجزائرية تندرج في الآن في منطق ومقاربة ومنهجية تمكن بلدنا إن شاء الله يكون في الطليعة، لأنه هذا المشروع هو مشروع أول مشروع إفريقي. فالتعاون كذلك في كل المجالات مع شركائنا يكون بهذا المنطق، المصلحة مصلحة الوطن، تدعيم الشغل